تفضل يا الاسبوع هذا استاذ. انا صراحه يا شباب انا اعتذر منكم نسيته معي الحين طالبين بدون استاذ عادي لا نسيته معي في البيت. تفضل. مرحبا والله يا حي. طيب نبي نسوي دعوه. الله يحييكم. تحيه السيد ونجوم السيد. لا تقصرون مع الشباب. لا تقصرون. ما في نت. ثواني بس الشبكه يعني. ابوك شبكه؟ لا لا اتفق معي شبكه. والله هذه الشبكه يعني احيانا تعلق لي. لا عشان فلا حبيبي عطني ثواني لان الشبكه عندي معلقه يا بعد روحي. طيب. لا لا محمد جابر رجع البث ترى بيلحقهم خصم. امان؟ اي والله. انا اسف. تقدر ترسل دعوه. بالغلط. طيب. المركز الاول من كل مجموعه. مجموعة التحدي ومجموعة القوة الأعلى تصويتا الأوائل في مجموعتهم من مجموعة التحدي حسن العجمي. استاهل استاهل استاهل. ومن مجموعة القوة هو المتسابق دغش. استاهل استاهل. طيب مشاهدينا الكرام الآن عبر بث تطبيق جاكو يتنافسون المتسابقين على صقر جاكو لهذا الأسبوع. كان بيكون دحام يكرر الشيء اللي سواه الأسبوع اللي راح ويأخذ الصقر لكن ما حالف الحظ. ممكن يحالفكم جميع يا شباب الحظ في الأسبوع الجاي الله. سواء من مجموعة القوة أو مجموعة التحدي ما فيكم قصور جميع وكلكم واحد. حسن تصرح قبل لا نبدأ. على وش؟ على التحدي. على الصدام أكيد. حنا اللي ماخذين. أنتوا اللي ماخذين الفوز بإذن الله. دغش شو تقول يا دغش؟ دغش قد علمتهم يا لبي شو تقول؟ مرة على الصدام من الحين. سمي بالله ونبدأ. دقيقة دقيقة. طيب عشان الاحتياطات والاحتياط واجب بالشاحن خلينا. طيب 20 ثانية مشاهدينا الكرام ونبدأ التحدي الأقوى ما بين مجموعة التحدي ومجموعة القوة. مجموعة التحدي الظاهر منهم. لا 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 كيف تقول أنت؟ ثواني يا شباب أتمنى ما حد يتكلم وأنا أتكلم يا عيال تقاطع الأصوات. مجموعة التحدي طالع منهم حسن العجمي نعم. مع القائد سعد الشهري ومجموعة القوة دغش بن سعيد والقائد محمد جابر. 10 ثواني ونبدأ. خلوكم جاهزين وشدوا حيلكم يا شباب. سمي بالله يا عيال تحدي لكم ولا القوة. الصقر بيروح لمين؟ المعلومات ترى معنا ايوه زبط. طيب نسمي بالله ارسل يا دغش دعوة الحسن. اني ما اعرف في ذمتي تو الحين جد تو جديد لا اي نلعب جوله مع بعض ابو علي. اوكي نسينا اليوزر كالعاده. ادعم حظي. لا حظك طيب ان شاء الله. طيب ارسلنا لكم يا عيال قبول على الصدام. على الصدام اجلد اجلد يعني مع ناس يعني ما ادري كيف. يلا يا شباب طيب الهم الهم سمي بالله ونبدا. دقيقة يا امتي اعطوه كتب يا يا امتي القميوت القميوت. مجموعة حسن ولا مجموعة دغش؟ من حق يا شباب صوت يا شباب. حسن ولا دغش يا عيال؟ صوت. التحدي ولا القوة؟ التحدي. التحدي وش تقولون؟ وش تقولون؟ القوة وش تقولون؟ وش تقولون يا عيال؟ سمونا شرة جماعية. هم يقولون الوعد عند المنصة التقينا. يا سلام التقينا ناخذ الصقر بيدينا. التقينا ناخذ الصقر بيدينا. التقينا الصقر بيدينا. التقينا ناخذ التقينا ناخذ الصقر بيدينا. التقينا ناخذ الصقر بيدينا. اجحل مسموح. اقبل يا دغش. اقبل شوي شوي لا تتوتروا لا تتوتروا اخوان تكبيس. جمهورنا الكريم بدت الجوله وبدا الحماس ما بين المجموعتين. خمس دقائق ناريه. لبيك ها وش الرد؟ وش الرد؟ الصقر دون رجال صامدين. الصقر دون رجال صامدين. الصقر دون رجال صامدين. الصقر دون رجال صامدين. الصقر دون رجال
وش تقولون يا قوة؟ ما يروح ما يروح. والدليل ان معي الغانم والدليل ان معي الغانم والدليل ان معي الغانم والدليل ان معي الغانم باقي 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 قد بس ما عليك ما عليك قدم يا اخوان بيبدا بعد شوي يعطيكم العافية يا شباب يعطيكم العافية شباب أشكركم على حماسكم الحماس في الفقرات سواء فقرتي أنا يا سلمان شباب السريحة يلا خلوا الشباب يعيشون جوه أخوي أجلد بيض الله وجهك بيض الله وجهك إيش اسمه هيدا وين ما زال في حماس كناك طلب الله طيب ابو علي ابو علي ابو يا عيال لا حد يتحرك من مكانه بجنكم خذ جوالكم يا عيال خذ جوالكم عند مجموعتك خلهم يشجعون الدبل اقوى يا عيال يلا ارجع للمكان ده ارجع البوديوم واحد الصوت واحد الصوت هذا التحدي وهذا الحماس من الشباب صح ندخل فيها ازعاج لكن لعل الشباب متحمسين اليوم الارقام قريبه من بعض من اللي متقدم ما تتوقعون حن حن متقدمين حن حن يلا يلا ما زال حسن العجمي بالمقدمه 173 الف سكور الصقر باذن الله انا متحمس السعد 141 ألف سكور في جحفله كمل ارحب يا منصور في جحفله ولا لا يا ارحب رجالهم رجالهم باقي دقيقه ونص ساعه احزم كناك واهزم كناك تكفون معك مستوى خصم خصم 40 ألف سكور شجع يا رجال كبس يا اخوي شدوا يا رب الحماس قوي بين المجموعتين يا شباب التحدي اليوم عندكم باور عالي واحد الصوت يا عيال خلاص باقي اخر ثواني شباب اللي بيتكلم بياخذ خصم اخر ثواني عطوا اخوياكم فرصه التحدي مولع والجحفله موجوده يا رجل خطره متقدم مره ما عندهم مستوى باقي 40 ثانيه 40 ثانيه تكفون 40 ثانيه يا عيال شدوا ربعي يا ربعي شد يا رجال ما انت السكور واصل 200 الف المجموعه التحدي 140 الف مجموعه القوه وما زال في وقت ارحبوا في جحفله في النهايه ارحب ثم ارحب ارحب يا بيش ما يروحون بيه شدوا يا شباب في الكنترول احسبوا معي حسبه اللايكات والمشاهدات والسكور عشان نعلم في نهايه الفقره 10 9 8 7 6 ارحب يا منصور 1 انتهت الجولة انتهت الجولة ناموس شكرا للجميع حسن تقدر تشكر المشاهدين اللي عندك انت وسعد والدعمين كذلك دغش ومحمد جابر اول شيء نبغى نوصل الشباب هنا في فريق التحدي بنقفل البث مع فلوس كثير شده سجا
أمواج سراب مون. طيب يعطيك العافية حسن جميع الأشخاص اللي عندك. لا حون شكرا لكم جميع. نقدر نقفل البث. شكرا مشاهدينا الكرام. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. شكرا شكرا. أمور طيبة كل شيء طيب. نبه أبشر محمد. طيب. كلمة أخيرة دغش محمد جابر للمشاهدين عندك. الله يبيض وجيه يرحم والديهم. أنا بغيت أعين في الكاميرا. جمل الله حالكم رحم الله والديكم والله يجعلني على قد الأقوى والله يبيض وجيه. تستاهل كل من دعم وكل كل من شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام يعطيكم ألف عافية. عليه يا سعد ليه يا طيب يا شباب يعطيكم ألف عافية جميع. تحدي كان ناري بين المجموعتين. التحدي ما راح يقتصر على سكور بس في حسبة لايكات وفي حسبة مشاهدات. أتمنى من حسن وسعد يجون معي هنا وأتمنى من دغش ومحمد جابر يجون معي. يعني عاد باقي ما فوز. عاد باقي أمل يا دغش. ممكن حسبة التكبيس عندك أعلى. ممكن حسبة التكبيس عند حسن أعلى. صقر الأسبوع اللي راح الدحام. استاهل. ولكن ما كرر. ما عاد يكرر مرة ثانية لكن إن شاء الله ممكن يحالف الحظ ممكن يحالفك الحظ.